خبطات في الراس. ايه يا بيك كارلي، ايه اللي بتعمله ده؟ باور سلام. هاي مان ستوب. هاي مان ستوب اشهر افيه قال لمصارع امريكي في فيلم علقة موت بطولة ممدوح فرج. ايه ده، ثانية واحدة كده بس استوعب يا جماعة، هو في فيلم اصلا من بطولته؟ لا ده مش فيلم عادي، ده واحد من اغرب الافلام اللي اتعملت في السينما المصرية. طب ايه حكاية الفيلم ده؟ تعالوا نشوف سوا. فيلم اسمه علقة موت اتعرض لأول مرة سنة 2009، واحد من أغرب أفلام السينما المصرية، فيلم خاصم كل بديهيات وأبجديات فن السينما لدرجة إنك وانت بتتفرج هتلاقي شخصيات تخرج وشخصيات تدخل، ناس تظهر وناس تختفي، ومشاهد أكشن إيه ما أقولكش. الفيلم غريب بدرجة انت ما تتخيلهاش، يعني مثلا المنتج انهى دور بعض الشخصيات في الفيلم لانه اختلف معاهم ماديا وما ادهمش باقي مستحقاتهم، لا وانهى حياتهم جوه الفيلم. ورغم ان الفيلم مدته ساعة وربع وطبعا قصته جديدة ما اتعملتش قبل كده خالص، ويشدك لمتابعته من قوة وتتابع الاحداث لدرجة انك مش هتلحق ترمش. رب سامحني على الكذب ده. الفيلم بيضم نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعالمية، بيقودهم المصارع العالمي ممدوح فرج. ونجوم البرنامج الكوميدي الأول في مصر اديني عقلك، الثنائي حسين مدكور ومنير مكرم وغسان مطر، ونجم نجوم عالم كمال الأجسام الشحات مبروك. اللي أقولك صحيحة جمال، انت عملت ايه في الكاسيت بتاعي؟ الله يكرمك. طب خد بالك من إذاعة الشباب لحسن عجازة عهندة جمال. ولأن الفيلم ما يمشيش من غير مطرب ليه جمهور وفنانة رقيقة، تم الاستعانة بالمطرب طارق عبد الحليم وفاتنة السينما المصرية الفنانة شمس. حاسب يا عم حاسب، الوقت اختار وناسب، حاسب يا عم حاسب. ده بالإضافة لمجموعة من أشهر نجوم المصارعة الحرة. وبيدور الفيلم عن عصابة بيقودها غسان مطر وبتساعده شمس، كانوا بيمولوا واحد صحفي والراجل قرر يقلب عليهم وهددهم انه قرر يفضحهم وقال لهم انا بجزمتي اوديكم السجن وبجزمتي اوديكم حبل المشنقة. وركزوا مع موضوع الجزم ده، المهم انكم تجيبوا الجزمة معاهم، ومن غير الجزمة مش عايز اشوف خلقتكم خالص. الجزمة اكيد جزمة رفعت كان فيها السر اللي بيهددنا بيه. نهارك ابيض نهارك ابيض، الله يخرب بيتك. انا بقى استاهل ضرب الجزمة اللي مشيتوا. ويكون ممدوح فرج عامل مسابقة مصارعة وجايب مصارعين المصارعين الكبار، وتكون شمس هي المنظمة، ويكون في المسابقة ان اي اتنين من الشارع بييجوا يلعبوا المصارعين دول ماتش زوجي، لو خسروا ياخدوا 10,000 جنيه ولو كسبوا ياخدوا 50,000 جنيه. وما تسألنيش ليه. أما الشحات مبروك البطل الرياضي فقرر أن مشاركته في الفيلم كانت غلطة كبيرة جداً وكانت مجاملة مش أكتر لأخوه منتج الفيلم. أنت بتخطفها؟ وفي الآخر الفيلم كله ضرب وخناقات وما تعرفش أصلاً إيه النهاية، لأن الفيلم ما فيهوش أي ملامح سينمائية ولا ربط للأحداث نهائي، ومحدش عارف أساساً كان الهدف منه إيه.